أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: قرأت عن الاستواء وفي استواء الله على عرشه بأنه علو خاص على العرش يليق بجلال الله تعالى وعظمته، نأمل التكرم من فضيلتكم بإيضاح ذلك. علو الله جل وعلا على مخلوقاته هي صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، فهو عال على خلقه فوقهم سبحانه وتعالى. وأما الاستواء فهو صفة فعلية يفعلها ما شاء، ولهذا رتبت بثم على خلق السماوات والأرض: خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فالاستواء صفة فعلية يفعلها متى شاء، أما العلو فهو صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهو دائما وأبدا فوق مخلوقاته، عال على سماواته سبحانه وتعالى.